فقرتنا دلوقتي هي فقرة مميزة وبتهم كل أب وكل أم. كم أم وكم أب بتفاجئوا إن ابنهم أو بنتهم مصابين بالتوحد من أول ما اتولدوا، ولكن للأسف طبعا بيكونوا عرفوا متأخر وما كانش عندهم طبعا الوعي الكافي بالحالة من أول يوم. ناس كتير يمكن ما تعرفش معلومات كافية عن مرض التوحد وعن أسبابه وأنواعه كمان، وإحنا النهاردة محتاجين إن إحنا نوعيهم. لا دي حقيقة، وفعلا عشان كده في أسئلة كتيرة زي ما قالت نهاد بتدور حوالين سبب المرض أصلا. هل هو سببه وراثة أم مرض بيصاب به الطفل من بعد ولادته؟ هل فعلا ممكن الطفل يتولد طبيعي وفجأة يصاب بالتوحد؟ النهارده هنتكلم عن كل التفاصيل دي وكل الأمور الخاصة بمرض التوحد وأنواعه، وإزاي كمان نتعامل معاه وإزاي يتم الكشف المبكر عنه. ده اللي هنعرفه مع دكتور وليد هندي استشاري الطب النفسي. نرحب بك يا دكتور، منورنا. صباحك جميل. صباح الفل يا دكتور، احنا مبسوطين طبعا بوجود حضرتك معانا، ولكن خليني أقول لك الفكرة العامة الناس واخداها عن التوحد. التوحد الطفل اللي بيبقى قاعد لوحده، ما بيتعاملش وما بيختلطش بناس كتير، ملوش اصحاب، ملوش سوشيال لايف، ما بيحبش يشترك في اي العاب جماعيه، بيحب كل حاجه لوحده. لا. هل ده بس هي دي الفكره اللي عندي وعند الناس او الفكره العامه عن المرض ده صحيح، ولا الموضوع اكبر من لا كده؟ طبعا هو اكبر بكتير جدا. وصعوبه مرض التوحد زي ما حضرتك قلتي ان الاب والام بيفاجئوا. ليه بيفاجئوا؟ لان بيختلط عليهم اعراض امراض تانية مع التوحد. فممكن لو في ابن عنده مثلا انسحاب اجتماعي في عزله اجتماعيه قاعد بيلعب على الموبايل وعلى طول يقول لك حاسب ده الولد هيجيله توحد، هيجيله هو ده مش التوحد، او عنده توحد مع الموبايل. لا مش ده التوحد خالص، في فرق، في فرق كبير جدا. التوحد ده بيبقى فيه قصور في نمو الدماغ، فعمل الدماغ بيترتب عليه قصور في مهارات كتير جدا ووظائف في جسم الانسان. في التواصل اللفظي، في طبيعه اللغه اللي بيتكلمها، في التواصل الاجتماعي، في الخيال عنده، في التواصل الانفعالي الى اخره. فالناس بتعتقد ان لو ابني قاعد لوحدي ده هو ده توحد. لا مش توحد. وبيعتقدوا برضه ان دايما التوحد ده بيبقى عنده فرط حركه. وبيعتقدوا ساعات ان الابن اللي عنده فرط حركه ده مصاب بالتوحد. طبعا. طب هو التوحد يا دكتور ما بيجيش يعني، هو لو مش موجود من ساعة الولادة ما بيجيش بعد كده، ولا ممكن؟ لا ممكن يجي طبعا، ممكن غالبا بيجي مع الولادة. ده صح. ممكن يبقى ابني شغال كويس ومن سنة ونص يقع مني. يعني ابتدي في حاجات تقع فالام تبقى تخلي بالها. طب يا دكتور احنا ممكن نرجع للاول خالص، ازاي الام ممكن تعرف ان الطفل المصاب بيه اللي هي الحامل فيه هو مصاب بالتوحد؟ هل في امور بوادر اعرف من خلالها قبل الولاده اصلا؟ انا عندي مؤشرات قبل الولاده. مؤشرات متعلقه بالام تحديدا. يعني الام اللي دايما بتاخد عقاقير من غير اشراف طبيب بتبقى اكثر عرضه ان هي تخلف تشوهات. عنده وتحديدا كمان بقى التوحد. كان زمان تشوهات. كنا نسمع دايما ان الام اللي تاخد علاج بيجي الابن يجي له تشوهات. لا دلوقتي ممكن تخلف ولد عنده منتال ريتارتد او ضعف عقلي او يكون عنده توحد. علشان كده هو كل الامهات مفيش حاجه اسمها انا كنت بس عندي شويه اكتئاب فصاحبتي بتاخد برشام فلان فعطتني منه نص حبايه فبيظبط لي مزاجي ومدام كويس. مفيش الكلام ده، مفيش برشام يتاخد الا تحت اشراف طبيب. صاحبتك مش صيدلانيه ما تفتيش. يعني واللي بنسحب عليها مش هينسحب عليكي. طيب. وما تاخديش برشام. لو بتاخدي حاجات تانية بتدخين زياده شويه ولا نخف الكلام، لو في اي شويه مكيفات نخف بفترة الحمل. وناكل صح مش ناكل كويس، يعني دايما التوحد بيبقى عنده غالبا نقص في فيتامين ألف. فالأم تاكل فيتامين ألف كويس كتير. جدا. وبعدين الأخطر من ده كله، كنا زمان بنشوف الطفل لما بيتولد الأب والأم فرحانين بيحطوا صورته على صفحة الفيسبوك ويعملوا له صفحة باسمه. يعني بيقرقوا تاريخ ميلاده. دلوقتي من ساعة الحمل بتروح تعمل أشعة وتعمل صفحه باسمه وتحط صوره الاشعه على وده علاقته بقى بالسوشيال ميديا. التعرض للاشاعات بقى بالذمه ده كلام. ما تخليش هوس السوشيال ميديا يدفعك او التناحر او بتكيدي حد او بتغيظي حد او بتتباهي وتتفاخر. انا جبت الواد. ايوه انت ما جبتيش والسونار اهو صح؟ او انت معتقده ان جوزي ده كان خاطبك زمان لسه بيحبك. لا ده بيحبني الجوز وهنخلف. ده غير الحسد بالزبط. كمان ده غير الاشعاع الحسد اللي ممكن يكون حدث ولا حرج على الموضوع ده وهوس الحسد. طبعا. فما نصورش، مفيش حاجه اسمها اشعه. الاشعه عند الدكتور او السونار عند الضروره. ده توقيتات عند الضروره الشهر الثاني. الدكتور هو اللي بيقول لك امتى تعمل. الدكتور اللي بيحددها مش في الرايحه والجايه. انا بروح اطمن على البيبي. انا مش ماشي على الطريق وبتصور برادار عشان بجري. لا انا عند دكتور. خلي بالي من الكلام ده.
بلس ان انا لما اجي اخلف اخلي بالي من غرفه العمليات واروح مكان كويس وامن للخلفه، لان لحد النهارده في بعض الاماكن للاسف بيحصل اصابات للاولاد اثناء الولاده. بمعنى يا دكتور؟ يعني في فيروسات بمعنى اصح، غرف غير معقمه غير نظيفه. ايوه. او ابني بقى محتاج حضانه، فالمكان اللي هو اتولد فيه ما فيهوش حضانه، فبنقله في مكان ثاني فبيجي له عدوى فيروسيه فممكن يصاب بالتوحد برضه. طبعا يعني عدوى فيروسيه ممكن تصيب الطفل طبعاً تعمل المولود بتوحد. اكيد الحصبه الالمانيه ليها علاقه، يعني في البعض اشار ان الحصبه الالمانيه لما تيجي للولد لازم اتاكد منها ومن العلاج والاستشفاء، من ساعات يبقى الزئبق يبقى عالي شويه في جسم الولد فممكن يجي له برضه اصابه بالتوحد. دي كلها امور لازم ولي الامر يخلي باله كل ده. حضرتك قلت المراه الحامل اللي لسه تخلي بالها من ايه وتعمل ايه. طيب اللي عندهم اطفال من سن كام ممكن يبقى ابني عادي وتمام وزي الفل وفجاه ابتدي ان ظهرت عليه اعراض توحد؟ الناس كلها بتتكلم ان من سن 3 سنين بتبان الاعراض. انا كمتخصص لكل اللي بيسمعونا من اول 40 يوم اقدر اقول لك عن توحد. فاللي بتسمعنا بقى تخلي بالها من الكلام ده عشان نقلل نسبه الاصابه. أيوة دي قول لنا بقى ارجوك. من 40 يوم الطبيعي لما بتيجي ترضعي ابنك بيبقى باصص لك، لما من اول سن 40 يوم اليوم ال 40 ده بترضعيه مش باصص لك يبقى هنا في اعراض توحد. مش بيبص لك، تلاقي عينه مش جايه في عينيكي خالص. معقوله؟ طبعا. سواء رضاعه طبيعيه او رضاعه صناعيه مش بيبص في عينيكي اثناء الرضاعه يبقى اثناء الرضاعه، لكن لو اثناء اللعب بيبص ده عادي؟ ما بيبص، هو ما بيبصش خالص بس اللعب بيجي قدام. انا بتكلم هو لسه في 40 يوم هعرفه ازاي. ماشي. طيب في 60 يوم يعني سن شهرين في حاجه اسمها الابتسامه الاجتماعيه. ايه الابتسامه الاجتماعيه دي؟ الرايح واللي جاي هو قاعد بيبص له بيبتسم، اللي يقول لك بيضحكوا ملاك، في ملك بيضحكوا. تكلميه تلاقيه هو مش معاكي. كان عندنا حاجه زمان اسمها الشخشيخه. فاكراها؟ لسه موجوده. فاكراها طبعا. معقوله؟ ايوه عندي واحده. لما تيجي تشخلجي لابنك ما بيبقاش فيه تآزر حس حركي، مش سامع وعينيه مش رايحه جايه مع الشخشيخه او مع سلسله المفاتيح. وده اختبار لاي ولي امر بيسمعنا. بالمفاتيح اعمل لابنك كده ويمين وشمال وشوفوا عينه رايحه جايه معاك وسامع ولا لا. تمام. ده مؤشر مهم جدا. دي نقطه مهمه فعلا. طبعا. بنيجي في الشهر السادس عندنا حاجه اسمها ابتسامه التعارف. يعني ايه ابتسامه التعارف؟ اول ما يلاقي تيتا داخله عليه يضحك. يا جماعه كمان هي مفنطزاه جايبه الحاجات الحلوه وبتاعه وبتلعبوا الالعاب، فبيبقى في ابتسامه تعارف سعيد، خالته جايه عمته جايه وهكذا. في سن 6 شهور لو ما عملش ابتسامه تعارف عند حد جاي لنا من بره جاي يشوفه ويحضنه ويبوسه يبقى هنا عنده مشكله ان هو عنده توحد. دي مؤشرات. كل دي مؤشرات لازم الام والاب يكونوا مخليين بالهم منها. طبعا لان التشخيص المبكر بيعمل تدخل مبكر، فبالتالي بيستجيب وننمي من مهاراته ويبقى كويس. ولا سيما ان احنا عندنا نسبه كبيره جدا من اللي عندهم توحد، يعني 30% ذكائهم عالي جدا، ذكائهم حد، و10% منهم موهوبين، يعني موهوب في الفن، في الرسم، في اللعب وهكذا. فلازم اخلي بالي من المؤشرات دي. تمام. طب نيجي في الشهر التاسع. في الشهر التاسع دايما في استجابات في الوش، بيقعد يقلدك. يعني تقعدي كده ايه تضحكي في وشه يضحك، تكشري يكشر، تنفعلي قوي يعيط. يعني بنقعد نلاقي ابننا ونفرح حتى كده وهو بيعيط. في الشهر التاسع ده ما بيعملش ده. مفيش اي استجابه عنده. يبقى برضه في مشكلة. خالص خالص. في الشهر ال 12 يعني لما بيجي يكمل سنه. المفروض بقى بيقول بعض الكلمات المعبره عن البيئه بتاعته. تته ماما، الحاجات البسيطه. ماما بابا، عاوز اي حاجه يقول لك باب، يقول لك مام، وتلاقي ابوه فرحان قوي ان قال بابا. ده قال بابا هو اصلا ولا قال اي حاجه. هو بيقول بابا عشان عاوز ياكل. ولا بيقول بابا ولا يقول ماما. بالظبط. يعني في كلمات باب، مام، كا، الكلمات دي بتبقى ثابته. أيوة. في الطفل في المرحله دي، فلا هو بيقول بابا ولا بيقول ماما. انما أيوة. لو ما قالهمش بقت مشكله، اعرف ان في مشكله عنده في التوحد. طب في سن 14 يعني 14 شهر وهو لسه سنه، اللي هو سنه واربع شهور. بالظبط. الطفل سنه وشهرين لما تيجي تعملي له باي باي يعمل لك باي باي. يعني شاور له كده بايدك يبتدي يفرح هو كمان ويعمل لك بايده. ما عملش كده. سنه وشهرين. سنه وشهرين يبقى هنا عنده برضه مؤشرات انه عنده توحد. دخل شويه بقى في ال 16 وال 18 بيفتقد اللعب الايهامي. من 18 شهر. ايه اللعب الايهامي؟ اللعب الايهامي ده كلنا واحنا صغيرين نقعد نسرح ونقعد نتخيل. الطفل الصغير ده مثلا شايف بابا ماسك موبايل وانت جايبه له اي حاجه خشبه جنب منه يمسكها يعملها موبايل ويقعد ايه كانها موبايل. لعب تخيلي. هو ما عندوش التخيل ده. ما عندوش السرحان ده. ما عندوش ان هو لو هي بنت ماسكه عروسه ان هي تصرح لها.
او تخليها تعمل العاب الطبخ زي ما كنا بنعمل زمان. الحاجات دي مهمه قوي، الالعاب دي مهمه بتستكشفي بيها ابنك عنده لعب اهامي ولا اللعبه قدام منه قاعد باصص لها وخلاص ما بيعملش معاها اي حاجه، او ممكن يكسرها يدغدغها طبعا. في سن بقى 24 شهر يعني في سن سنتين، المفروض المحصول اللغوي عنده ان هو يقول جمله من كلمتين، بابا هات، ماما خد، جعان، جعان، انا جعان، يعني يقول جمله من كلمتين ان شاء الله مبوه بس يقول حاجه بالظبط كده هو يعني المهم انه يعمل اي نمره يعني ينطق. انما لقيناه قاعد ما بيعملش اي حاجه في سن 24 ما عندوش بعد سنتين جمله من كلمتين، يبقى هنا عندي مؤشر ان هو عنده طفل التوحد. بلس بقى دخلنا بعد سنتين بتحس ان النمو بتاعه بطيء، هو مش النمو البطيء، هو مش عاوز، يعني المفروض مثلا يحبي كتير ما يحبيش، ترمي له الكوره ما يجريش وراها، يمشي يقع ما يقومش، يعني مش هو مش قادر، هو مش عاوز، مش متفاعل اجتماعيا، عنده قصور في الاداء الحركي والاداء الاجتماعي. دخلنا في سن 3 سنين يجوا مثلا ولاد خالته ولاد عمته ما يلعبش معاهم، هو قاعد لوحده خلاص. بس كل المؤشرات اللي حضرتك قلت عليها دي بتظهر من وهم لسه شهور، من شهور، من ايام، من 40 يوم. ففي نقطه مهمه جدا خلي بالنا، عشان انت قلت كلمه جميله، قلتي بيتفاجئوا، مفيش حاجه اسمها بيتفاجئ، في حاجه اسمها يبقى عيني حلوه، عيني حلوه مش خضره وزرقاء. ايوه حلوه انا بقى شايف ابني. طبعا اعرف القطه. احنا عشان نطمن الساده المشاهدين واولياء الامور برضو لاي حد من اولادهم، يعني هل الموضوع ده ليه حل؟ في ناس بيتم شفائهم من هذا المرض، هل بيبقى في التدخل ده بدري بيساعد ان الامور تبقى افضل؟ نطمنهم بقى. بص حضرتك، كل ما كان اللي احنا بنقوله الاكتشاف بدري، كل ما بقى في تدخل مبكر بدري وبقى ليه حلول في البدري. احنا كان عندنا التوحد في مصر نهوت لكل 250 طفل بيتولدوا بيبقى عندنا واحد عنده توحد، دلوقتي بقى كل 100 طفل بيتولد واحد عنده توحد، يعني النسبة بقت عالية. مصر فيها 1,000,000 طفل عنده توحد. أنا عاوز أقول لك بلد زي أمريكا، أمريكا شوف متقدمة إزاي، 5,000,000 طفل عندهم توحد. يعني النسبة عالية جدا عشان ما بنشوفش بدري. فلو شفنا بدري هيبقى في تدخل مبكر. طيب. مصر بقى تحديدا ليها تجربة رائدة في تكفل طفل التوحد. يعني إيه تكفل؟ أولياء الأمور اللي بيلاقي ابنه عنده توحد، هو عنده مشاكل في تأخر في النمو، في الكلام، في الانفعال، في السلوك الاجتماعي، بيبقى همه ابنه ينطق. يعني يوديه مراكز تخاطب ويقعد يجاهد عشان ابنه يقول كلمه ولا كلمتين، ولو نطق يبقى فرحان قوي ومعتقد ان هو خف من التوحد. لا، انت هنا شغال على جانب واحد هو السلوك اللفظي. الدوله المصريه دلوقتي عامله حاجات، برامج تكامليه لتكفل الطفل، يعني نمو ارتقائي في جميع المناحي. عشان كده كل اللي بيسمعونا ما تروحش لحد يتاجر باوجاعك، تخش على منصه الصحه النفسيه وابعت الاستفسار بتاعك ويقول لك هتعمل ايه. دكتور، بمعدل العلاج هو علاج نفسي بحت ولا عضوي كمان بيتدخل فيه حاجه عضويه؟ هو نمره واحد سلوكي، يعني سلوكي. مهم جدا يبقى فيه علاج سلوكي طبعا. يعني في المرحله دي مهم جدا العلاج السلوكي، وبتروح طبعا لدكتوره نفسيه وعصبيه في البدايه لان في مشاكل بتبقى متعلقه بالاعصاب. فلازم دكتور الاعصاب بس هو اللي يشتغل عليها. طبعا عايز استغل برضه وجود حضرتك يا دكتور وارجع بيك تاني بعد 3 سنين بعد ما خلاص بيكون الام والاب اجزموا ان ابنهم عندهم توحد. نعم. طيب لحد سن كام اقدر اطمن كده ان خلاص ابني مش هيصاب بتوحد؟ ولا هو لو مش من ساعه الولاده هو مش هي دي كل دي مؤشرات، ممكن من مؤشرات ساعة لكن هل سليم. انا سؤالي هنا، هل ممكن طفل يتولد عادي وعمل كل الحركات اللي حضرتك قلت او المؤشرات اللي تبين لي ان انا ابني طبيعي وبعد كده يظهر عليه اعراض توحد؟ ده ممكن يحصل في سن بعد 3 سنين؟ لحد 4 سنين. لحد 4 سنين. لحد 4 سنين. طب من 4 سنين بقى في حاجات لو هو عنده مشاكل في نمو الدماغ وتجاوزناها، انما السلوك الاجتماعي يعززها فيبان عنده توحد بعد 4 سنين. زي ايه؟ قال انا اسيبه الموبايل، فقاعد متوحد مع الموبايل للنهار ما بيشوفش حد، أزمة الشعب المصري كله. الطفل كمان تحديدا ما بيتكلمش مع حد، ما بيسمعش لحد، فلما يجي يخش المدرسة تلاقيه مسهم كده على طول، وتلاقيه دايما لما يجي يتكلم اكنه روبوت، انسان آلي مش بيتكلم زينا، مش الكلام بتاعنا، بيتكلم زي كرتون وبيتكلم زي ما بيسمع في التلفزيون او على شاشة الموبايل. بالظبط، ده يديك مؤشر انه دخل في التوحد على كبر، على سن كبير. فنخلي بالنا، ده الموبايل، الاهمال، مفيش حاجة اسمها هملة ابني عشان قاعد بيزن على طول. اخلي بالنا من فرط الحركة اللي عنده. ليه بقى؟ توحد فيه فرط حركة، فيه فرط حركة، بس فرط الحركة لوحده حاجة
وفرط الحركه اللي موجود في التوحد حاجه. فالام لازم تعرف تفرق بين الكلام ده في سن. طب الناس اللي بتتعامل مع التوحد ده انه الطفل اللي عنده توحد ده عنده تخلف عقلي، والمدارس في مدارس كتير بترفض انها تاخد اطفال عندهم توحد. نعم. وان هي تدمجهم مع اطفال طبيعيين. عايزين نفسر للناس، هل فعلا التوحد ليه علاقه بالتخلف العقلي ولا 50% من اللي بيصابوا بالتوحد بيبقى عندهم ضعف عقلي مش تخلف ضعف عقلي. عشان كده وقت الناس لازم تفرق ان هو عنده توحد فمترتب عليه شكل من اشكال الضعف العقلي، فخلي بالي من ده. ولا هو عنده ضعف عقلي او متلازمه ساوندروم، فبيبقى الطفل ساوندروم ابقى انا شايفه بيبقى ليه شكل معين، المناخير المفلطحه، الوش بشكل معين، بيبقى دمه خفيف ومستجيب وحلو، ده لوحده ضعف عقلي لوحده، فخلي بالي من ده. تمام. وخلي بالي من فرط الحركه، فرط الحركه عند الواحد العادي بيعمل نشاط كتير واكتف ومش مركز وبيمشي على الحيط. هو بقى ADHD، انما بقى اللي عنده توحد وفرط حركه بيعمل حركات ملهاش هدف. يعني تلاقيه دايما قاعد رايح جاي في خط مستقيم كده اهو، مفيش هدف غير ان هو بيعمل كده وبس، بيكتر السلوك اكتر من مره، فرط حركه، بيضرب دماغه كتير. تعرف انه عنده توحد، خدي بالك اللي عنده توحد انا بشوفه هو ماشي بعرفه على طول طبعا. طب دكتور احنا بنتكلم في الانواع، يعني انا افتكرت دلوقتي مسلسل حاله خاصه. نعم. ويمكن احنا كشعب ما كناش نعرف قوي عن التوحد الا لما اتفرجنا على المسلسل وتعلقنا بشخصيه الشخصيه اللي كانت في المسلسل، وانا شفت الاجواء وشفت الدكاتره في العرض الخاص لمسلسل حاله خاصه وهما بيتكلموا عن الموضوع ده. فهل المسلسل قدر يجيب فعلا الشخص اللي بيعاني من التوحد حياته او تصرفاته او سكوته او نظراته اللي مش بتبص للشخص اللي بيكلمه وذكائه المفرط اللي بيتفوق على كل الناس؟ يعني خلينا بص نتفق ان احنا بقالنا حوالي 4-5 سنين في مصر جميع الاعمال الدراميه مستهدفه بناء الانسان. وده حقيقي، يعني انا شفت اعمال دراميه مش جميع، على ما اتفق معك مش جميع الاعمال الدراميه، بعض الاعمال الدراميه يعني كتير. أيوة. منها من الاخر لما المتحدة حط ايديها. أيوة. مطلعه منتج عالي قوي وبتبني الانسان في حاجات كتيره. يعني شوف مثلا مسلسل الكبير قوي بتناقش قد ايه قضايا الانترنت ومشاكل. صح. الانترنت ومتلازمات السلوكيه عليه وهكذا. المسلسل حضرتك بتتكلم عليه تحديدا اظهر معاناة اللي عنده توحد لو احنا مش فاهمينه، واظهر انه عنده امكانيات ذاتيه احنا مش شايفينها. احنا ليه مش شايفينها؟ لان احنا متجاهلينه. خد بال حضرتك احنا عندنا بمناسبه الكلام ده متلازمه اسمها متلازمه الطفل الزجاجي. الزجاجي ايه الطفل الزجاجي؟ عشان برضو اللي عندهم توحد دايما الاب والام اللي عندهم ابن معاق او عنده مشكله او عنده توحد بيبقى مش شايفين الطفل التاني. اللي مش متشاف ده عامل زي الازاز، مش عشان سهل الشرخ، لا عشان مش متشاف. يعني انت عشان الاهتمام كله رايح عند اللي هو محتاج، فبيبقى فيه مشاكل الاهتمام. نفسيه تانية. ولو هي بنت تطلع بقى كائن زجاجي، يعني ايه؟ تتجوز وجوزها يعملها ومش شايفها ولا هي هنا، يعني قاعده بتشتغل وبتكنس وتطبخ وتربي وخلاص. فنخلي بالنا من ده. فمتلازمه الطفل الزجاجي دي ممكن تمس شويه اللي عنده توحد. ازاي بقى؟ ان هو في اب وام من كتر المعاناه والضغط والمجهود وان اروح اكتر من مكان وتنقل من اكتر من حته تديني خدمات تخليني مش شايفه. يعني ممكن انا ارميه او ارمي المسؤوليه على الام. لا، لازم يبقى في تكاتف بين الاثنين. عشان كده بقول لحضرتك ايه، مصر عامله تجربه فريده جدا ما اتعملتش في اي حته في العالم. انت عندك ان هو في المطريه في مكان معمول على 1000 متر، يعني حوالي كيلو، مفيش مؤسسه في العالم بتاع التوحد فيها المساحه دي. بتعمل له تاهيل وتعمل له تدريب وتعمل له شغل سلوكي وعلاج سلوكي وتعمل له بناء للقدرات الذهنيه وبتعمل له حتى برامج تغذيه، لدرجه ان دوله الجزائر اوفدت هناك فضاء اوتيزم، دي اكبر مؤسسه عندهم في التوحد، اوفدت مندوبين عشان يجي يطلعوا على التجربه المصريه. يبقى شوف الابداع اللي احنا فيه عامل ازاي. حتى الاكل بيهتموا بيه، احنا قلنا في البدايه نقص فيتامين ألف يؤدي للتوحد او ممكن يساهم في الاصابه بالتوحد. الاكل بيهتموا بيه، بيدوله فيتامين الف، قلنا ان هو عنده فرط حركه فالاكل بيخفضوا فيه السكريات. فكل حاجه فيها مقننه. ومصر اول دوله في الدول العربيه تعمل قانون 2018 تلزم فيه
التربيه والتعليم بدمج الاطفال اللي عندهم توحد. طيب معنى كلام حضرتك ان الاطفال اللي عندهم توحد ده مرض هيفضلوا عايشين بيه، نقدر ان احنا ناهلهم نفسيا، نعدل سلوكهم، نديهم كورسات او يعني دورات كافه نواحي النمو، كافه نواحي النمو زي ما الناس فاهمه، اللغه والعقل والحركه وكل حاجه، ولكن سلوكيه واجتماعيه ده يحسن من حالته، ولكن مش هيشفيه مرض التوحد. مرض التوحد طبعا خالص. انا بقدر اوصل له الحته مهمه جدا، من زي ما قلنا 10% من الاطفال ذوي الاحتياجات الخاصه موهوبين من التوحد، و30% من اللي عندهم توحد بيبقوا فعلا اذكياء جدا، زي ما دياب كان لسه بيقول مسلسل حلقه خاصه كان ذكي جدا وكان متفوق على كل المحامين اللي كانوا موجودين في طبعا المكتب. فلازم نركز على ده. وكان زمان عندنا متلازمه اسمها سبيرجر، دي طيف من اطياف التوحد معظمها موهوبين زي ميسي على سبيل المثال، عنده سبيرجر. طبعا ده كان قصة شديدة جدا. بالظبط. الحقيقة الموضوع مهم جدا، والكلام مع حضرتك عموما في مختلف الموضوعات ما بيخلصش، واللقاءات ما بيننا دائما وابدا متواصلة. دكتور وليد هندي استشاري الطب النفسي، حضرتك نورتنا وشرفتنا واسعدتنا بمعلوماتك القيمة. صباحك جميل. صباح الفل يا دكتور، بنشكر حضرتك. تعالوا نطلع فاصل صغير وبعدها نرجع لكم فقرة كمان.